تحت رعاية الرئيس السيسي ينطلق اليوم المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصرية. مدبولي يبحث مع وفد شركة نرويجية التعاون في تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة. مصر تقفز 38 مركزا بمؤشر أكثر الدول العالم أمانا في عام 2021. الثالثة مساء في القاهرة، الواحدة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. بناء الإنسان المصري هدف استراتيجي وضعته الدولة وتمضي قدما في إنجازه لتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل والأعم. ومن هذا المنطلق حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، والذي يعد أضخم مشروع تنموي متكامل في تاريخ مصر الحديث ومظلة كبرى لكافة المشروعات التنموية بالدولة. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد استاد القاهرة الدولي مساء اليوم انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصرية، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والوزراء. كما يشارك آلاف المواطنين الذين يمثلون كافة طوائف الشعب المصري، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، وذلك للاحتفال بإطلاق المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة. وتقام احتفالية شعبية للمشروع القومي، وتشهد أجندة المؤتمر عددا من المشاركات المهمة لإبراز قصة كفاح ونجاح حياة كريمة وبدايتها وما حققته حتى الآن في مختلف محافظات الجمهورية، علاوة على العديد من الفقرات الفنية والإنسانية المتنوعة. تهدف المبادرة الرئاسية حياة كريمة منذ انطلاقها في يناير عام 2019 إلى تحقيق حلم المصريين بالسكن الكريم والتعليم المتطور والعمل الملائم. وتم تقسيم القرى المستهدفة خلال المبادرة إلى ثلاث مراحل وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية. من اسمها اشتقت هدفها، إنها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فمنذ انطلاقها في يناير من عام 2019 كانت مهمة المبادرة تحقيق حلم المصريين بالسكن الكريم والتعليم المتطور والعمل الملائم. وتم تقسيم القرى المستهدفة خلال المبادرة إلى ثلاث مراحل وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية. المرحلة الأولى من المبادرة استهدفت 377 قرية من القرى الأكثر احتياجاً، والتي تصل نسبة الفقر فيها إلى أكثر من 70%، بإجمالي عدد أسر يبلغ 756 ألف أسرة في 11 محافظة. أما المرحلة الثانية من المبادرة فتتضمن القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، وهي القرى الفقيرة التي تحتاج لتدخل من الدولة ضمن المبادرة، ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى. وبالنسبة للمرحلة الثالثة من المبادرة فقد شملت القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%، وجاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة، والتي تم حصرها ب4741 قرية وتوابعها من أجل إحداث تغيير جذري في حياة ما يقرب من 58 مليون مواطن في 26 محافظة. وبعد نجاح المرحلة الأولى منها، أطلقت الحكومة المرحلة الثانية بتكلفة إجمالية تتخطى 700 مليار جنيه، بما يعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة. لأول مرة على مستوى العمل العام، تجتمع أكثر من 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدني لتنفيذ هذا المشروع الأهم على الإطلاق، وبسواعد الشباب المصري المتطوع للعمل الخيري والتنموي من خلال مؤسسة حياة كريمة، ليكونوا نبراساً يحتذى به في مجال العمل التطوعي.
أكد وتواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنفيذ مشروعاتها بكافة محافظات الجمهورية. وتشهد محافظات بني سويف والمنيا وأسوان تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات عدة ضمن المبادرة الرئاسية. يتواصل العمل في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بكافة محافظات الجمهورية. مركز ناصر بمحافظة بني سويف يشهد تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات عدة، خصوصا مشروعات الصرف الصحي. تبعت مبنى الخدمات اللي موجود على مستوى الوحدة المحلية والقرى اللي تابعة ليها، عشان خاطر أهالينا في الوحدة المحلية قرية أشمنت يقدروا يلبوا كل احتياجاتهم ومطالبهم وخدماتهم من مبنى واحد موجود فيه أكتر من خدمة على مستوى القرية. الحمد لله النهاردة احنا بنتكلم ونسب الإنجاز وصلت ل 20% من حجم المشروع اللي مقدر ليه ان هو ينتهي في خلال 6 شهور من النهاردة إن شاء الله. ومن بني سويف إلى المنيا، حيث يتواصل العمل في تنفيذ 181 مشروعا في قطاع الصحة بعدد من مراكز المحافظة. أما في محافظة أسوان فتشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات، تشمل تنفيذ 12 مشروعا لإدخال الصرف الصحي إلى 24 قرية بمركزي كومومبو وإدفو، بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات إنشاء 8 محطات مياه جديدة وتنفيذ مشروعات إنشاء 17 مدرسة جديدة، علاوة على إنشاء 8 مراكز مركز للشباب. مبادرة حياة كريمة هي محاولة مننا ان احنا نعالج مسائل مزمنة في مناطق هي الاكثر فقرا على الاطلاق. احنا بنبذل كدولة جهد كبير قوي عشان يعني نجري نسبق ظروفنا. لازم الدولة المصرية خلال السنتين 3 اللي جايين تبقى دولة تانية بما فيها القرى اللي احنا شغالين عليها. أكد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي تطلعه لتعزيز التعاون البرلماني والتنسيق مع مجلس الأمة الكويتي في المحافل الإقليمية والدولية خدمة للقضايا العربية. جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب مع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم. من جانبه أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي عمق ورسوخ العلاقات المصرية الكويتية في كل المجالات وعلى كافة الأصعدة، خاصة على الصعيد البرلماني. هذا واستقبل رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بمقر المجلس وفدا شبابيا من مصر وقبرص واليونان، وذلك في إطار أعمال النسخة الشبابية للمبادرة الرئاسية إحياء الجذور بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم وسفيري قبرص واليونان بالقاهرة في مستهل اللقاء. أكد جبالي أن مصر وقبرص واليونان تمتلك إرثا حضاريا وثقافيا مشتركا، داعيا الشباب إلى إثراء رؤاهم المشتركة حيال مختلف القضايا التي تواجه البلدان الثلاثة. من جانبها وجهت نبيلة مكرم عميق شكرها لرئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس لما يقدمونه من تعاون بناء مع وزارة الهجرة في مختلف ملفات عمل الوزارة. وعقب اللقاء تم اصطحاب الوزيرة والوفد الشبابي المصري القبرصي اليوناني في جولة داخل أروقة مجلس النواب، تفقدوا خلالها متحف المجلس واستمعوا لشرح حول تاريخ الحياة النيابية المصرية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الأهمية البالغة التي توليها الحكومة لملف تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، لا سيما في ضوء استراتيجية الدولة لتعظيم استخدام مواردها الطبيعية من جانب، وبذل الجهود الممكنة للتعامل مع مشكلة محدودية موارد المياه العذبة من جانب آخر. تأكيد مدبولي جاء خلال اجتماع عقده مع كل من ريمون كارلسن الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية للطاقة المتجددة، وممثلي شركتي أوراسكوم للإنشاءات وماتيتو لإدارة ومعالجة المياه. وبحث المجتمعون التعاون المقترح في مجال تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة. وخلال الاجتماع أكد مدبولي أن الحكومة ترحب بأي تعاون جاد يهدف إلى تنفيذ مشروعات مائية
تلبي احتياجات مواطنيها المستقبلية من هذا المورد الهام، بحيث يتم تنفيذ هذه المشروعات بمعدلات زمنية سريعة تواكب خطط الدولة الاستراتيجية في هذا الشأن. بدورهم أعرب ممثل الشركات عن سعادتهم بما لمسوه من رغبة واضحة لدى الدولة في توسيع آفاق التعاون والاستثمارات الأجنبية والدخول في شراكات بمجالات عديدة. ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر نجحت في التقدم 38 مركزا في مؤشر أكثر دول العالم أمانا في عام 2021، وذلك رغم زيادة عدد الدول أعلى المؤشر هذا العام. جاء ذلك في الإنفوجراف الذي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تحت عنوان مصر تقفز 38 مركزا في مؤشر أكثر دول العالم أمانا في عام 2021. وأوضح المركز أن التقدم تحقق رغم جائحة كورونا وما خلفته من أعداد كبيرة من الإصابات والوفيات على مستوى دول العالم، والتي أعادت ترتيب دول العالم على المؤشر في 2021، حتى إن كثيرا من القوى الاقتصادية الكبرى في العالم أصبحت بؤرة للوباء. وعودة مشاهدينا إلى الخبر الأبرز في نشرتنا، فتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد استاد القاهرة الدولي مساء اليوم انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصرية، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والوزراء. للمزيد معي عبر الهاتف الأستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير. بعد تحية يعني أستاذ مصطفى، اليوم المصريون يشهدوا انطلاق المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة، طبعا هذه المبادرة التي جاءت في الأساس لتطوير قرى الريف المصري. أولا، دلالات تحولها من مبادرة إلى مشروع قومي. بالحقيقة تحويل المشروع من مبادرة إلى مشروع قومي أنه يخدم أكثر من 58 مليون مواطن مصري بما يعادل أعلى من نصف سكان الجمهورية، وهنا كمان بيخدم موازنة المشروع تتعدى 700 مليار جنيه. بنتكلم على رفع كفاءة ومشروعات بنية أساسية وتحتية لم تشهدها القرى المصرية أو الريف المصري بشكل كامل على مدار أكثر من 40 عام، والحقيقة كان كل الأمنيات والمطالبات وكل جلسات أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ يمكن بينادوا بتدخلات الدولة ودعم الدولة لأهالينا في الريف المصري. السيد الرئيس وقت ما كلف ببداية الدراسة و عمل تخطيط وجلسات ولجنة وزارية بقيادة الدولة رئيس مجلس الوزراء، كان الهدف أن كل الجهات في الدولة من القطاع الخاص ومن المجتمع المدني بالشراكة مع كل الجهات الحكومية والتنفيذية يكون في استعداد قوي وعمل على أرض الواقع للاستهداف في المرحلة الأولى للقرى الأكثر فقرا من 70%، ثم المرحلة الثانية من 50 لـ 70%، ثم المرحلة الثالثة أقل من 50%. فكل هذه التدخلات وكل هذه الدراسات والتخطيط والمتابعة والرقابة للخروج بجودة لحياة المواطنين وبناء إنسان مصري في الريف المصري بشكل يضمن له تعليم جيد وصحة جيدة وسكن كريم يعد من أهم وأضخم المشروعات القومية، بل وصل الموضوع إلى الاعتماد من منظمات دولية ومنظمات أممية أنه المشروع الأضخم على مستوى العالم لما بنقارن عدد السكان اللي يتم خدمتهم في مشروع قومي حياة كريمة. بنلاقي نفسنا يمكن بنعادل أكثر من نصف ولايات بعض الدول الغربية. وبالتالي كل هذه الخدمات خدمات تقوم بها دول على عشرات السنين. النهارده بنتكلم في مدة زمنية لا تتجاوز 3 سنوات بنهاية 2024. التخطيط لاستيعاب المعدل النمو السكاني في هذه المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها الآن على أرض الواقع صحيح مساق ستخدم أهالينا في الريف حتى عام 2037. وضحت فكرتك، أشكرك أستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير.
تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لإحكام الرقابة على الأسواق والقضاء على أشكال الغش التجاري وجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية والتي تضر بصحة وسلامة المواطنين وقضايا التلاعب بالدعم، وقد نجحت هذه الحملات في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. استمرارا للجهود الأمنية المبذولة لضبط الجرائم التموينية بكافة أشكالها، نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فرعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام في ضبط ما يقارب 25 طن ونصف دواجن ولحوم ومصنعات ومقطعات دواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات أمنية شنتها الإدارة بالقاهرة والقليوبية والشرقية والبحيرة. كما تمكنت من ضبط نحو 22 طن ونصف أسماك وكبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأربع ثلاجات لحفظ السلع الغذائية بالقليوبية والغربية والشرقية وكفر الشيخ. كما نجحت الإدارة في ضبط قرابة 20 طن من الجبن مختلف الأنواع بثلاجتين لحفظ السلع الغذائية بالبحيرة، واستطاعت ضبط أكثر من 14 طن من الحطام غير صالح للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع بدون ترخيص لتعبئة ملح الطعام بالبحيرة والمسؤول عن مصنع بدون ترخيص لتعبئة ملح الطعام بالغربية. وتمكنت الإدارة من ضبط أكثر من 22 طن سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤول عن شركة لتعبئة السلع الغذائية بالإسكندرية. كما نجحت في ضبط المسؤول عن مطحن قطاع خاص بالقليوبية وبحوزته نحو 249 طن دقيق بلدي داخل شكائر بها نقص في الأوزان تمهيداً لتوزيعها على المخابز البلدية وتحقيق أرباح غير مشروعة. كذا ضبط أكثر من 28 طن أقماح بحوزته تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء. جهود الإدارة أسفرت عن ضبط 15 طن سكر تموني غير صالح للاستهلاك الآدمي بحوزة أمين عهدة مخزن تابع لإحدى شركات تجارة الجملة بكفر الشيخ، وضبط أكثر من 75 طن مواد بناء مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية بمصنع بدون ترخيص لتجارة مواد البناء بالإسكندرية. كما نجحت في ضبط أكثر من 24 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض وغير صالحة للاستخدام داخل مخزن تابع لإحدى شركات تجارة المنظفات الصناعية بدون ترخيص بالإسكندرية. الإدارة تمكنت من ضبط 33 طن ونصف أسمدة ومخصبات زراعية محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية وعليها علامات تجارية وهمية ومجهولة المصدر بالشرقية والدقهلية والبحيرة. وتمكنت الإدارة من ضبط نحو 9 أطنان أعلاف حيوانية غير صالحة للاستهلاك الحيواني وتمثل ضرراً على الثروة الحيوانية والداجنة حال طرحها للتداول بالأسواق، وذلك بمحافظتي الغربية والشرقية. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تختتم اليوم فعاليات الدورة 52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي تقام تحت عنوان في القراءة حياة. وللمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني من داخل مقر إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب. تحياتي لك أحمد، وأطلعنا على أهم الأجواء لديك الآن. نعم، تحية لكم إيمان وفاطمة. بالفعل في تمام 10 مساء يصدى الستار على هذه التظاهرة الثقافية التي استمرت قرابة الأسبوعين، وانطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب هنا في التجمع الخامس في 30 من يونيو تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد افتتحه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وكان برفقته مجموعة من الوزراء. تم فتح أبواب هذا المعرض للجمهور يوم الأول من يوليو على مدار أسبوعين من الساعة 10 صباحا وحتى 10 مساء باستثناء يوم الجمعة الذي كان يفتح أبوابه للجمهور في 1 ظهرا. هناك إقبال كبير من الجمهور طوال أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب، وخاصة
بعد قرار سيدة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم برفع الطاقة الاستيعابية إلى 70% من الجمهور. وكذلك يوم أمس شهد حضور نحو 91,000 زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. هناك أيضا اهتمام بالإجراءات الاحترازية، وهناك متطوعون منتشرون في كافة أرجاء وقاعات وأجنحة وأروقة المعرض يقومون بمساعدة الزائرين على الوصول إلى الكتب ودور النشر التي يبحثون عليها. كذلك ثقافتك أو مبادرة وزيرة الثقافة ثقافتك كتابك كانت يعني حققت نجاحا كبيرا. هناك الهيئة العامة للكتاب حققت أعلى مبيعات في هذه المبادرة، قدرت بنحو 70,000 نسخة تم بيعها. تأتي أو يأتي في التوالي هيئة قصور الثقافة وأيضا المركز القومي للترجمة الذي قام بعمل تخفيضات كبيرة تراوحت من 40% إلى 50%، وكان عليها أيضا إقبال كبير خاصة من الباحثين ودارسين وطلبة الجامعات المصرية. اليوم هناك إقبال كبير في هذا اليوم الأخير، ربما هناك حاجة من الزائرين للاستفادة من هذه الخصومات الكبيرة في كافة قاعات وأجنحة المعرض الذي تسدل أبوابه أو تغلق أبوابه اليوم في تمام 10 مساء. إليكم في الاستوديو. شكرا جزيلا لك مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني، كنت معنا من داخل مقر إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب، شكرا جزيلا لك. استقبل عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الوفد الشبابي المصري واليوناني والقبرصي في إطار المبادرة الرئاسية إحياء الجذور بمجلس النواب ووزيرة الدولة للهجرة نبيلة مكرم. وأكدت وزيرة الدولة للهجرة أن الزيارة كانت ناجحة، وحرص الوفد الشبابي على التقاط الصور التذكارية داخل قاعة البرلمان المصري، وعبروا عن سعادتهم بوجود عدد كبير من الشباب داخل البرلمان ومنهم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والذين بدورهم أداروا حوارا وديا مع المشاركين. تتواصل في جنوب إفريقيا لليوم السادس على التوالي أعمال العنف التي أودت بحياة أكثر من 70 شخصا وألحقت أضرارا بمئات الشركات وتسببت في إغلاق مصفات نفط. واندلعت الاحتجاجات في أعقاب سجن الرئيس السابق جاكوب زوما في الأسبوع الماضي لارتقاء عوسه عن التعاون مع تحقيقه في فساده. واتسع نطاق الاحتجاجات وتحولت إلى أعمال عنف وغضب شعبي متصاعد بسبب صعوبات المعيشة وعدم المساواة بعد 27 عاما على إلغاء سياسة الفصل العنصري. تأتي أعمال العنف تلك بينما تنعم مصر بالاستقرار والأمان خلال السنوات الأخيرة الماضية. ختام النشرة ولا يتبقى فيها سوى التذكير بعناوين الأخبار. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ينطلق اليوم المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصرية. مدبولي يبحث مع وفد شركة نرويجية تعاون في تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة. مصر تقفز 38 مركزا بمؤشر أكثر دول العالم أمانا في 2021. مشاهدينا نهاية هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.